انت احنا معانا راك، لو تحبي تروحي وتختاري برضو لساره ايه اللي كان يمشي معاه وايه اللي تبعد عنه خالص. وبالنسبه للمشاهدين احنا عايزين عشان برضو بيتفرجوا علينا، ساره عندها مشكله عند بنات كتيره جدا، منطقه الوسط القصيره والوسط العريض، ودي انتوا ما بتاخدوش بالكم منها. فلو نيجي من الناحيه الثانيه افضل. اوكي ايه اللي ممكن يبقى كويس معاه؟ الانسامبل ده هي اسيتو البنطلون هاي ويست اسود حلو، بس التوب ده كان قصير فكان مبين الديفو جامد قوي في جسمها. يعني لو واحده وسطها قصير ما تلبس حاجه زي كده ليه؟ عشان التوب ده البنطلون هاي ويست بيبين، بياخد الجسم الحته دي في الجسم. أوكي. بيبين كل الديفو اللي في المنطقه، بيبين المنطقه اللي فوق قصيره بالظبط كده مع التوب قصير فما كانش حلو. لما حطينا له التوب الطويل، وده نفس الموديل من البنطلون، حطينا له توب طويل بقى حلو قوي عليها، سحب لها جسمها سحبة حلوة علشان هنا مش مبين اي حاجة ومدي طول للمنطقة بالضبط، وسحب بقى الجسم فكان حلو عليها قوي، والمنقط موضة جدا يا جماعة قوي طبعا. ايه تاني كان سارة تلبسه او اي حد وسطه قصير؟ ده برضو الانسامبل ده هي قاسيته برضو كان كويس معاه ولا لا؟ كان مش قوي لانه البنطلون من فوق واسع ووسطه ضيق، يعني الحزام بيتربط فما كانش حلو قوي عشان جاي على الوسط، عشان جاي على الوسط فمبين الوسط يعني، ده عايز حد شويه طويل. والفستان ده كان كويس ولا برده ما كانش كويس عشان الوسط؟ برده الفستان ده ما كانش انجح حاجه عليها عشان برضو الوسط، علشان هو الوسط مهم قوي عشان فكره الوسط بالظبط، بل بالعكس بقى التوب ده كان حلو قوي عليها لانه هو مفسر عند الوسط ونزل فعلى طول الوسط بالظبط، فعامل الوسط فكان حلو قوي مع البنطلون البيج. التوب ده برضو كان حلو عشان واسع، عشان واسع مع بنطلون، فكان الحاجات دي كانت ماشيه معايا حلو. ساره عرفتي دلوقتي انت عيبك فين وتلبسي ايه؟ اكيد عرفتي مشكلتك، وهي دي بتبقى مشكله بنات كتيره جدا.